ومع حضراتكم الاستاذ الصحفي الاستاذ نادر شكري، هيعلق لنا برضو على اخر التطورات وعلى تصريح محافظ بورسعيد. استاذ نادر، برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا دكتورة، أهلا بيك وسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. توافقنا انه محدش يقدر يقول المدى الزمني امتى اللي ممكن يرجعوا فيه الاقباط لمنازلهم ولمكانهم، لا يعني المصريين كمان، عشان حتى لو في مسلمين نازحين، يعني هل حد ممكن بكلك يعني يقول امتى ممكن يرجعوا؟ طبعا ده من أصعب الأسئلة ايوه اللي كان يعني دار بشكل كبير جدا من حتى من الأسر نفسهم مع المسؤولين اللي جم من ضمنهم الدكتوره غاده والي، حوالين انه امتى هنرجع بيوتنا، فكان السؤال غير معروف، لكن اعتقد ان الوضع هيطول بشكل كبير، خاصه في ظل تصاعد الاحداث في العريش واعلاء الجماعات الارهابيه تحديات اكبر، يمكن اخرهم مقتل 3 ضباط على مدار يومين الماضيين داخل العريش، وايضا يعني نشرهم لبعض المنشورات في منطقة الزهور وحي الصفا بمطالبة حتى غير العريش ان هم يتركوا العريش، فاعتقد ان الوضع بيتزاد سوءا في منطقة العريش حاليا دلوقتي. اعتقد السؤال ده طيب هيطول جدا حلو قوي. الفترة القادمة. السؤال اللي بيعني بيرتبط بيه جدا، اللي هو انك انت النهارده ما ينفعش يبقى فيه امور مؤقته، يعني احنا محتاجين حاجات ومساكن وشقق والناس اوضاعها يعني زي ما دايما بيقول، يعني انت ما انتش عارف، فبالتالي خليني استقر كاني عايش خلاص هستقر، وانه في نفس الوقت لو في امكانيه هرجع هرجع، لكن الاستقرار، نوع الاستقرار دلوقتي لانه مدى زمني ما حدش عارفه، هل ده تم مناقشته وبيحاولوا يوفروه؟ يعني النهارده محافظ بورسعيد قاعدين في معسكرات وقال لهم طب انا ما عنديش شقق، فالاوضاع نعم ايه؟ والشقق اللي اتوفرت في الاسماعيليه زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده حوالي 120 او ل 150 شقه. نعم طيب احنا عندنا اسر كام وصل عددهم دلوقتي يا استاذ نادر؟ وطبعا الأسر في الإسماعيلية 190 أسرة، عندنا في بورسعيد 26 أسرة، عندنا في القاهرة ما يزيد عن 45 أسرة، في أسيوط 21 أسرة، في الشرقية 12 أسرة، في الغربية 8 أسر، فطبعا الأعداد يعني تتجاوز 300 أسرة حتى الآن. احنا طبعا في اطار ما زال عمليه الحصر ليهم وبياناتهم بشكل كامل، يمكن اعتقد خلال وقت قصير هيتم الانتهاء من قاعده البيانات الخاصه بيهم. فكره الاستقرار ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، يعني نعم. هو السؤال فيما ماذا بعد اذا لم يتم تحديد فتره زمنيه، يا ترى هيكون وضع الاسر دي ايه؟ كلام الجهات الرسميه والحكومه ان الوضع مؤقت وان هذه الشقق السكنيه هي أماكن استضافة أو أماكن مؤقتة لحين العودة، لكن أعتقد الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة الآن في تسهيل نقل الموظفين أو تسهيل تغيير وظائفهم أو نسبهم إلى مناطق أخرى والاستعدادات اللي بتحصل، هي تعلم تماما إن الفترة هتطول، لكن الوضع الحالي اللي فيه الأسر هو تركيز أكثر على محافظة الإسماعيلية، يمكن تم الانتهاء بالفعل من تجهيز 50 وحدة سكنية 50 شقة، والنهاردة اتعملت قرعة للدفعة الأولى، هم 50 أسرة اتعملت قرعة في معسكر القرش حوالين توزيع الشقق يعني بالنسبة للأدوار المختلفة، لكن وما زال بيعدوا ل 70 كم لو عندهم شقة اللي في بالفعل منطقة انتهوا القرش من اللي اتعمل عليها قرعة بتقول يا استاذ نادر؟ هم النهاردة جمعوا يعني 50 شقة الأولى، نعم. هيتم تسكين 50 أسرة، هم بالفعل تم حسم الأسماء جميع الأسر اللي موجودة في معسكر القرش وجميع الأسر اللي موجودة في مركز التكوين المهني وعدد من الأسر اللي موجود في نزل الشباب، دي تمام. الدفعة الأولى الـ50 أسرة، هم جمعوهم كلهم في معسكر القرش عشان يعملوا قرعة حوالين توزيع الشقق السكنية يعني الأدوار العالية عشان ما يحصلش اختلافات ما بين الناس، إنه العمارة عبارة عن 5 أدوار، فعلشان يخلصوا من أي خلافات ما بين الناس فعمل قرعة ما بين الدفعة الأولى في توزيع الشقق السكنية، تمام. وبالفعل يعني أعتقد يعني بكرة وبعده السبت والحد هيتم
بكره ان شاء الله هيتم نقل عدد من الاسر بالفعل الى المناطق السكنيه الجديده في مدينه المستقبل، وهيتم الاستعداد او الاعداد للوحدات السكنيه الاخرى. يعني تم تجهيز، يعني تجهيز نصف 50 شقه كمان، لكن لسه جاري استكمال الشقق. وفي نفس الوقت ما زالت وزاره التضامن بتعمل حالات بحث على الاسر اللي موجوده في العريش، تمام. علشان تتاكد من ان الاسر دي يعني تركت العريش في الفتره الاخيره عقب الاحداث. طيب حلو. وبالفعل يعني هي انتهت من دراسه 70 اسره تم تمام. الاستقرار عليها، هيدخلوا بعض ال 50 اسره الاولى. طيب مشكله بورسعيد هي المشكله اللي فعلا رفض المحافظ بالفعل. يمكن المحافظ بورسعيد مواقفه غريبه جدا معانا، انه اول ما تم استقبال 18 اسره قال انا مش عايز اسر تاني واستكفى بهذا الوضع، رغم ان بورسعيد فيها اماكن كتير. واضطرت وبرشيد بورسعيد انها تستقبل الاسر الاخرى وتحتويهم في مساكن خاصه بالكنيسه، طب مش دي لكن توجيهات من الكلام الرئيس يعني، وانه ودينا شايفين محافظ الاسماعيليه، وحتى كان لسه في خبر وانا ببحث دلوقتي ان برضو محافظ القليوبيه قال انه هيوفر شقق في الخصوص وشبرا الخيمه، ليه موقف محافظ بورسعيد بهذا الشكل؟ المشكلة يا دكتورة منى، وهي الأزمة اللي اتكلمنا حتى فيها مع المسؤولين ونواب 25 30 لما جم في زيارة أول امبارح للأسر في بيت الشباب عشان يسمعوا يعني مشاكلهم. يعني طبعا احنا بيجينا أعداد كبيرة من النواب والمسؤولين يسمعوا الشكاوي، وكل مرة نتكلم عن نفس المشكلات ومفيش برضو حلول. المشكلة إنه مفيش قرارات رسمية، هي دي الأزمة. ان مجرد انا بتعامل توجيهات. بشكل مجرد توجيهات، وبالتالي كل شخص بيتعامل حسب رؤيته وتقديره للموقف. تمام. مفيش قرارات رسميه صادره بشكل واضح، زي مثلا الموقف في العريش ان بعض الموظفين بيقولوا ان هم بيتم الشطب على اسمائهم وما بيتمش احتساب اجازه ليهم في بعض المصالح في العريش. ايوه. اتنين تلاته قالوا ان احنا جالنا انذار ان احنا نرجع الشغل بتاعنا، لان هم عاملين بعقود مؤقته يا اما هيتم فصلهم. وده الموقف حتى اللي طلبناه من النواب 30 25 لما جم قعدوا قالوا هنحدد ميعاد مع رئيس الوزراء لطرح هذه الملفات عليه. قلنا ان احنا محتاجين قرار رسمي. هل في قرار رسمي طالع من محافظ شمال سيناء بانه جميع العاملين الاقباط او غيرهم حقهم الحصول على اجازه شهر ومع احتفاظ بكامل حقوقهم؟ ما عندناش قرارات رسميه. بالتالي في كل المحافظات ما فيش قرارات رسميه. يعني مثلا في جات لنا حاله من الغردقه طيب في نفس اليوم من اول امبارح، انه هو راح يقدم او يسجل اسمه، قالوا له احنا ما عندناش يعني تعليمات بكده. طب هو بالتالي هي نيافة الازمه الأنبا في ازمه بيمن قرار. تم يعني، أنا كمان من عندك مستوحى كان نيافة الأنبا بيمن تقريبا موجود في تسليم الخمسين شقة النهاردة، وإنه كان تم إسناد يعني من قبل قداسة البابا إنه هو يكون مسؤول عن الأزمات والدنيا دي، هل برضو تم الطلب منه إنه يكون في تواصل مع المسؤولين لأنه بحيث إنه يكون في قرارات رسمية توزع على كل المحافظات، يبقى في برضو هناك في الأشغال بتاعة العريش عشان يبقى كل القوانين تنطبق على كل الناس بالمساواة، حتى بما فيهم الأسر اللي زي ما كان في النواب من شوية قلت خبر إن هم بيطالبوا مساواة الأسر المسلمين بالمسيحيين، ونقول إن هم مصريين، إحنا نعم ده اللي بنحبه، إحنا عايزين كده، إحنا عايزين كل المصريين النازحين من العريش بسبب الأوضاع الأمنية إنه يرتاحوا ويتم تقنين أوضاعهم ويبقى كل حاجة زي الفل. بكل تأكيد طبعا إن أزمة العريش هي أزمة وطن قبل أي حاجة، وهي رسالة موجهة للدولة، ولأن الوضع أصبح خطر على يعني المسيحيين والمسلمين في نفس الوقت، أو الغرباء أو المغتربين في هذه المدينة. الأنبا بيمين والناس الأنبا بيمين والأنبا كوزمان هما الحقيقة كانوا في زيارة من يومين بالتحديد إلى الإسماعيلية لتفقد الأسر. زاروا عدد من الأماكن وقعدوا مع الأسر للاستماع إلى شكواهم، وبدأوا يعملوا حصر للأسماء اللي جت.
وراحوا في زياره تفقديه للوحدات السكنيه اللي بيتم تجهيزها، وكان معاهم العميد محمد الغامري رئيس مدينه المستقبل، وتم متابعه كافه الحالات حتى انه طلبوا بعض الحاجات الناقصه من مطرانيه الاسماعيليه زي انابيب البوتاجاز ومعدات المطبخ، وبالفعل المطرانيه ارسلتها. كل هذه التفاصيل تم احتوائها، و يعني احنا يمكن سلمنا الحصر النهائي للاسر اللي هي ما دخلتش في الكشف، ال 114 اسره اللي حصرتها وزاره التضامن في بدايه الازمه. كان في عدد كبير من الاسر لم يتم ضمها الى هذا الملف. تمام. تم حصر الملف، ووصلنا الى ان هناك 80 اسره في الاسماعيليه بالاضافه ل 26 اسره اللي في تمام. بورسعيد لم يتم ضمهم ضمن الكشف. وبالفعل احنا سلمنا الكشف للتضامن في الاسماعيليه، وايضا نسخه بالقاهره، والامر يعني بالفعل تم اخذه في الاعتبار. لكن بالاسماعيليه بالتحديد يعني الامور فيها ماشيه كويس جدا، يعني مثلا تسكين الطلبه بالفعل حصل، بدأ بالفعل خروج جوابات او خطابات للعاملين الاقباط في العريش بفكره مأمورية عمل، يعني بالفعل تم العمل طب دي فكرة على هذا الاطار. كويسة، ده اللي بنقوله انه حلوة قوي. نعم. طب دي فكرة جميلة فعلا، حكاية مأمورية عمل دي. طبعا طبعا مأمورية عمل ده بيسهل ان هو ياخد مستحقاته من بالظبط. المحافظه شمال سيناء، وبالتالي هو مستمر. فده اللي احنا الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا محتاجين ده يبقى يبقى لكل في كل المحافظات، المحافظات. يعني صحيح. مثلا في محافظات في اسيوط، مثلا في اسيوط اللي طيب اعتقد المطرانيه اسيوط يعني تحملت عبء يعني مش مساعده قد الاسر بشكل اكبر. مثلا في الشرقيه كان في مساعدات، يعني ادوا اسرتين شقتين. في الدهلية في ميت غمر مين يعني طيب ساعدوا في بعض الدولة الأسر اللي مفروض منوط، يعني مين اللي مفروض نكلمه علشان أو يتم التواصل معاه علشان يبقى فيه الوضع ده؟ يعني إنه وزير، إنه موضوع، يعني هل وزيرة هو المفروض التضامن ان في ولا لجنة يا دكتورة منى، طب اللجنة دي يعني حد بيرأسها؟ مين مثلا بيرأسها؟ ولا هي اللجنة كلها اللي بتعمل مع بعضها؟ لجنة إدارة هي أزمات لجنة يعني؟ المفروض مسؤول عنها أكتر الدكتورة غادة والي تمام. وزيرة التضامن، وهي اللي شكلت لجنة داخل محافظة طب هل تم الإسماعيلية التواصل برئاسة معاها في المشاكل دي الأستاذ. برضو، وانه الاحتياج دلوقتي لانه يكون في قرارات واضحة يتم توزيعها على كل المحافظات اللي توزع فيها كل الاسر المصريين؟ اها طبعا زي ما حضرتك قلتي ان الوضع دلوقتي بيكبر، ان الوضع دلوقتي بيدخل فيه اسر تانية مش مجرد اقباط، يعني الوضع بالظبط. وكل شويه اعتقد ممكن الوضع يزداد يزداد. اكتر احنا اذا انت لم شايف انه تستقر الاوضاع عندنا في احداث العريش. ارهابية بتطول قادة في الشرطة يعني، فبالتالي انه طبعا الوضع صعب، يعني الوضع صعب، واحنا بنقول ربنا يكون في عونهم يعني بجد، ولكن لازم الناس دي يعني اوضاعها تتظبط كأنهم هيستقروا، ولما يبقى الوضع يرجع خلاص هيرجعوا اكيد يعني. هو زي ما قلت لحضرتك انه هي فكره محتاجين بس ان يكون في رؤيه واضحه معلنه بقرارات رسميه لازمه العريش، لازمه المصريين بشكل واضح في العريش. تمام. ده اللي احنا محتاجينه، لانه لازم يكون في قرارات طالعه للتربيه والتعليم، للقوى العامله، للاسكان، بحيث يكون هناك مساعده. لان اعتقد الازمه لو ما تمش التعامل مع الأوضاع داخل مدينة العريش في بشكل سريع هيكون في أزمة. هنتكلم على 100,000 شخص، لو في حالة إن نزح منهم 50,000 مثلا هيكون الوضع إيه؟ فهو دي صحيح. الفكرة، هنتكلم على قضية بتمس الوطن مش بتمس الأقباط بس. يتمنى يكون هذا فالوضع الإدراك يا أستاذ نادر، ويعني فعلا يعني أنتوا بتقوموا بمجهود كبير جدا، وزي ما قلت قبل كده بشكرك وبنشكر كل الشباب يعني اللي بالفعل يعني موجودين، ويمكن برضو يعني كلهم بالحقيقة بجد فعلا، يعني أنا هعرض برضو الصور الموجودة على صفحتك، الشباب كلهم اللي يعني باذلين مجهود في المواضيع دي بجد، يعني حقيقي بحييهم كلهم واحد واحد، وبجد يعني نشاط ممتاز جدا في التعامل مع الأزمة، وجودكم هناك بشكل دائم، والوفود اللي بتروح يعني حقيقي بجد فعلا حاجة جميلة يعني. ربنا يا رب يبارك كل واحد قام بمجهود في هذا الأمر.